الرسم بقى، احكي لنا على الرسم. الرسم ده حكايه تانية وانت متميزه فيها، بترسمي ببقك ودي صعبه مش سهله. اي حد ممكن يرسم بايده، انما انت ما شاء الله مختلفه. انا بحب الرسم من انا صغيره خالص، كنت في الاول بقعد كده ايه اتخبط برجلي اليمين، وبعد كده بقى بالنسبه لي اسهل ان انا ارسم ببقي. وبعد كده بقى يعني شجعوكي في البيت؟ أيوة يعني باباكي ومامتك كانوا بيشجعوكي؟ ايوه، ما انا قلت لهم ان انا عايزة اخد كورس في الرسم وان انا اطور من نفسي وكده، من ساعه ما بدات كده اولى ثانوي، اللي هو قررت يعني ايه، لا انا بقى عايزه اعرف الاساسيات، مش اللي هو برسم مع نفسي وخلاص. مش هاويه بس، لا عايزه ان انت تبقي عند دراسه. الله، بالظبط. برافو عليكي. وان انا بقى ايه، ابقى يبقى لازم هي انت يعني كام سنه يا صفاء؟ 19 سنة. ما شاء الله ما شاء الله عليكي ما شاء الله، يعني انت بداتي من سن صغير الرسم. ايوه صح. وبداتي كمان تطلبي ان انت تدرسي، مش حابه بس انها تكون هوايه. أيوة وخلاص. صح. مين علمك بقى الرسم ببقك؟ مين؟ هو فنان تشكيلي ومدرس، هو بيدربني من حوالي 4 سنين. الحقيقه مستواي يعني انا ما كانش مستواي كده، والسرعه كمان. هو مستر ايهاب كرشي. يعني تحية لمستر إيهاب اللي علمك الرسم وطلع بطلة جميلة كده، كمان شطورة في الرسم، فنانة بقى. ويعني اشتركت في مسابقات وخدت مراكز، وعملت معرض في قصر ثقافة الجيزة، وفي متاحف كتيرة تانية، سعد زغلول ومتاحف كتيرة تانية. انت تم تكريمك كمان في مهرجان من وزارة الثقافة، الملتقى الثاني للفنان الصغير. الله. ذات الأولى على ذوي الهمم على مستوى الجمهورية. الله ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي، يعني حاجة تشرف وحاجة تفرح. يعني أنا دايما بقول إن الأبطال مش أبطال مجرد كلام، لأ.